فورت كاتبين الأهلي بمعنويات مرتفعة أمام بلاتينيوم للزحف نحو قمة الأبطال. توقعاتك لمباراة اليوم، هل الأهلي قادر على تخطي بلاتينيوم النهاردة؟ الأهلي بيعيش حالة معنوية مرتفعة، استقرار، فوز ورا فوز. النهاردة شايف سيناريو المباراة إزاي؟ فريق بلاتينيوم فريق صعب، بيلعب بطريقة 3-5-2، بيقفل المساحات. ده هيأثر على النادي الأهلي اللي بيحب يلعب في المساحات خصوصا مع فايلر. لكن حل مباراة اليوم هيكون في ايد محمد مجدي قفشة وعمرو السولية، لان الاثنين اللي بيقدروا يخلقوا المساحات لزمايلهم من خلال الكرات الطولية الغير متوقعة سواء من الأطراف او من نص الملعب. نادي بلاتينيوم زي ما قلت بطريقته دي بيحط 5 لعيبة في خط النص، ده هيضيق على اللعيبة. الحل زي ما قلت عند مجدي قفشة، لكن الأهلي ساعات بيكون الحل من الكرات العرضية. شفنا محمد هاني ومع علي معلول الاثنين، لكن مشكلة الأهلي دلوقتي لو اعتمد على العرضيات هيكون في عدم وجود رأس حربة بقدرة رأسية قوية. أجايب نشوفه بيسقط كتير، ده هيأثر على أسلحة الأهلي سواء علي معلول أو محمد هاني. عشان كده هيكون الحل في إيد محمد مجدي قفشة. ريني فايلر بيعيش فترة ثقة كبيرة مع النادي الأهلي، وزي ما احنا عارفين أو بنشوف في أغلب نتائج الكرة الفوز بيجيب فوز حتى لو الفريق أداء وحش. شفنا الفريق قدام الاتحاد كان الشوط الأول يعتبر أسوأ أشواط الأهلي السنة دي مع ماتش النجم، لكن في الشوط الثاني قدر يخلق المساحات من خلال تغيير وليد سليمان. ريني فايلر مدرب جيد جدا، بيقدر يقرأ أفكار المدرب اللي قدامه خصوصا في الشوط الثاني، بيعرف يعدل. أغلب أهداف النادي الأهلي بيكون في الشوط الثاني بسبب قدرة فايلر على تغيير النتيجة سواء بتغيير داخل الملعب أو بإضافة عنصر جديد. عشان كده شايف إن الماتش هيكون سهل للأهلي. بلاتينيوم بيأدي بشكل كويس في الدوري الزيمبابوي، لكن على المستوى الأفريقي هو أقل واحد في المجموعة. كمان الأهلي يقدر يكسب ماتش النهاردة بالقدرات الفنية لو اعتمد بس على قدرات فنية لحسين الشحات أو أجاييه أو محمد مجدي أفشة أو عمرو السولية أو علي معلول. اللعيبة كلها تقدر تخلص الماتش للأهلي بكل سهولة. بلاتينيوم من أسبوعين تقريبا لسه كسبان الدوري، حالة معنوية مرتفعة، شايف أن ده النهاردة بيديله دفعة قبل مواجهة الأهلي؟ لا، بلاتينيوم النهاردة بعيدا عن الدوري الزيمبابوي زي ما قلت هو أضعف حلقات المجموعة، لكن هينزل بيدافع بشكل كبير، هيحاول يطبق طريقة النجم الساحلي في الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة. عنده مهاجم رقم 10 اسمه رودويل، ده أفضل لاعب في الفريق. ده تسديداته قوية، لكن محمد الشناوي بيقدر يتعامل بشكل كبير مع التسديدات خصوصا أن الفريق هيلعب باثنين في خط الهجوم. الأهلي يقدر يحكم السيطرة عليهم، انما الاهلي قادر انه على انهاء الماتش سواء حاله بلاتينيوم المعنويه مرتفعه او لا بسبب القدرات الفنيه لعيبه الاهلي. عندك بلاتينيوم، عندك الهلال السوداني، عندك النجم الساحلي، هل قادر نادي الاهلي على تصدر المجموعه؟ ترتيب ماتشات المجموعه بيفيد الاهلي بشكل كبير. الاهلي خسر ماتش النجم بره ملعبه، عارفين ان المواجهات المباشره هي اللي بتحسم صداره المجموعه. اخر ماتش للاهلي هيكون مع النجم الساحلي هنا في القاهرة، ده هيساعد الأهلي. الأهلي لو كسب 2-0 أو 3 خلاص حسم صدارة المجموعة مع الفوز أمام الهلال و بلاتينيوم ستارز. هيكون الأهلي ممكن من الجولة الجاية يقدر يحط إيده على صدارة المجموعة بشكل كبير لما النجم الساحلي يروح للهلال السوداني. شفنا مستوى النجم الساحلي مش المستوى المتوقع ليه، هيروح للهلال. الهلال السوداني فريق قوي جدا على ملعبه سواء حالته الفنية عالية أو مش عالية، لكن بيقدر يكسب على ملعبه في أم درمان. ده هيساعد بشكل كبير فريق الهلال أنه يكسب النجم الجولة الجاية مش الجولة دي. فده هيساعد الأهلي بشكل كبير أنه يحط إيده على صدارة المجموعة لما يروح يلعب بلاتينيوم. شفنا النجم الساحلي كسب بلاتينيوم 3-0 بره ملعبه، يعني الأهلي قادر على الفوز حتى لو 1-0. كل ده هيساعد الأهلي أنه يحط إيده على صدارة المجموعة من الجولة الجاية، فهيتبنى شكل المجموعة أو ملامح المجموعة من الجولة الرابعة إن شاء الله.